مزيكا فم تبع الموجة. في معهد العادي للموسيقى بسوسه، كيفاش قريت العرض الفنيين نتاع محمد علي كمون الليله؟ في برشا حاجات حقيقه، فيها من التراث التونسي الموزع، طريقه جديده على اساس ان محمد علي كمون موزع جيد وخذ جوائز في هذا. المشكل كونه تقدم العرض في الاول على اساس انه كله مترحين، وهذا معناتها يلزم تم ورجعته شوية. ثم أمبيانس يعني مبني على الإيقاع، ثم تقاسيم حلوة برشا، توزيع مزيان. هو الحقيقة أبريوري الشيء هذا ماشي في الوقت الحالي بشكل عام، الناس الكل قاعدة تاخذ في التراث التونسي وتعاود توزع فيه بشكل ربما محمد علي كمون يختلف ربما شوية على الأنماط الأخرى خاطر جو جاز إتسيتيرا، لكن ثم شكون يخدمها بالهارمونية الغربية، وهذا ساعة ساعة الجمهور ينجم يعني ينفر منه شوية خاطر تولي ستيريوتيبي الخدمة وتولي تخش عليها سيمفونية ولا حاجة من النوع هذايا، أور هو غنى شعبي درجات موسيقية تاعنا مختلفة برشا. هنا يتميز محمد علي كمون على المحاولات الاخرى، ولكن ثم تمشي كبير نحو التراث، ونتمناو لو كان التراث هذا يتخزن كله ونخرجوا حاجه جديده، ابداعات جديده، يعني نولدوا اغاني جديده، لانه يعني العرض فيه برشا ريبريز مش كله مترحين عليه.